هذه الجملة تلخص أشياء كثيرة. لا بد من تغيير، ولا بد من قوة تحدث هذا التغيير لكي يتحقق الإنجاز. من هذا المنطلق الدخول إلى عالم التدريس عبر الإنترنت هو عبارة عن بحر من التفاصيل وبحر من الفرص أمام الطلبة وأمام الأساتذة وأمام مؤسسات التعليم العالي في كافة أشكالها. لكن في أحيان كثيرة الإنسان يخاف من التغيير، الإنسان يخشى التغيير ويقول لك خليني بحالي، أنا مش ناقص وجع راس، خلص الأمور ماشي خليها ماشي. طبعا اللي بيمشي بهذه الطريقة نصيبه من الإنجاز يكون قليل جدا. لكي تنجز يجب أن يكون لديك الشجاعة والجرأة لكي تقبل التغيير ولكي تدخل في التغيير. أسوق هذه المقدمة البسيطة لموضوع التعليم عبر الإنترنت، بالإضافة لعملي في جامعة بيكر اللي هو موقع فول تايم تينيور بروفيسور. عندي 11 سنة خبرة في التدريس أونلاين، بدأت مع آي تي تكنيكال انستيتيوت، بعدين مع يونيفرستي اوف فينيكس اللي فيها مليونين طالب، حوالي 400,000 عضو هيئة التدريس منتشرين حول العالم. طبعا ادجنكت لان عملي الاساسي مستمر انا كفول تايم بروفيسور في بيكر يونيفرستي. وقبل 3 سنوات انضميت الى توماس إديسون ستيت يونيفرستي في نيوجيرسي ايضا اونلاين. لا بشوفهم ولا بشوفوني، كله من خلال الانترنت. الدفع يجي للحساب في البنك واقوم بواجباتي بالتدريس. في هذه اللحظه بحكي معك في عندي 5 كورسات بدرسهم في هذه الجامعه وانا قاعد في بيتي في فيربل. هذه عظمه التعليم عبر الانترنت، تستطيع ان تصل الى افاق لا يمكن الوصول اليها من خلال الحرم الجامعي التقليدي. في الوقت القليل المتاح لهذه المحاضرة وكلكم 20 دقيقة سأحاول أن أعرف بالموضوع وبخطة عمل ممكنة للدخول في هذا المجال. أولا، ما هو المقصود بالتعليم عبر الإنترنت أو Online Education System؟ ببساطة مقصود في أن تنقل المعلومات إلى الطلبة حيثما كانوا من خلال الإنترنت. حيثما يوجد إنترنت معناها يمكن أن يكون هناك طالب، سواء كان في بيته، سواء كان في عمله، سواء كان سايق سيارته من خلال السمارت فون يمكن التواصل معه. التعليم يتم باستخدام غرف في الفضاء الإلكتروني. كلنا يعرف الفرق بين كلفة غرفة في الفضاء الإلكتروني وكلفة غرفة صوتية حقيقية. هذه ميزة هامة جدا تميز التعليم عبر الإنترنت عن التعليم بالطرق التقليدية. في المراحل الأولى يمكن للجامعات أن تبدأ بما يسمى النظام المهجن أو النظام الهجين، يعني بيكون جزء من المواد التدريسية من خلال الإنترنت ويكون جزء من خلال صفوف تقليدية، وشوي شوي بصير تتبلور برامج كاملة تكون من خلال الإنترنت، ولكن هذا قد يستغرق 1-2 سنين حسب الهمة. بالتالي هذا هو النظام اللي أنا بدي أقترحه على الجامعة الأردنية والجامعات الأخرى في المرحلة الأولى، أن يكون نظام مهجن. الطالب يبدأ في بعض الكورسات بالطرق التقليدية ويستوفي الباقي من خلال الإنترنت. قد تفاجئوا إذا قلت لكم في ظل خبرتي كوني بدرس أونلاين وبدرس جراند كلاسز، قد تفاجئوا إذا قلت لكم إنه أحياناً بشعر كفاءة التعليم أونلاين أكبر بكثير من كفاءة التعليم بالطرق التقليدية. طبعاً في
النظام الامريكي يستخدم طرق الاسسمنت او القياس او تقويم الاداء في كل خطوه نخطوها، وبالتالي كلها موثقه من خلال دراسات علميه حقيقيه. خير مثال حبيت اني اختاره هو جامعه ولايه بنسلفانيا او بن ستيت يونيفرسيتي. هذه الجامعه حسب اليو اس نيوز اند ويرد ريبورت اللي هو المعتمد لتصنيف الجامعات في العالم تعتبر رقم واحد في برامجها الاونلاين وفي برامجها الجراند كلاسز برامجها التقليديه. حبيت اني اختار هذه الجامعه وبعد شوي راح ندخل مع بعض على موقعها، بس عشان نكون فكره شو الفرص الموجوده في هذا العالم عالم التعليم عبر الانترنت. طبعا التسجيل بيتم من خلال الانترنت، بعدين القبول مفتوح ما فيش ديدلاينز، اي وقت بيقدر الطالب يسجل، هناك دائما مواد اللي بيقدر ياخذها الطالب. وفقا لتصنيفات يو اس نيوز اند ويرد ريبورت تعتبر بن ستيت الافضل على مستوى امريكا وعلى مستوى العالم، تصنفت من افضل واحده 1% من الجامعات على مستوى العالم، لكن على مستوى امريكا هي رقم واحد. هناك عدد كبير من التخصصات بدرجتي البكالوريوس والماجستير، بيتم التسجيل، بيتم الارشاد، هناك مكتبه، كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي من خلال الانترنت. نقطه مهمه، لا يوجد تمييز على كشف علامات الخريجين بين المواد التي درسوها عبر الانترنت والاخرى التي درسوها بالصفوف الارضيه. هذه نقطه مهمه. هنا هذا موقع الجامعه، سموه ويرد كامبس لأن طلبته حقيقه منتشرين في كل انحاء العالم. لون الجامعه ان تمارس ضبط الجوده كواليتي كنترول لكل ما يدرس للامتحانات بحيث انه تحافظ على ترتيبها. هذه هنا السيل تبع البس يونيفرسيتي في اليو اس نيوز اند ويرد ريبورت. لو جينا للديجريز اند سيرتيفيكتس، بنلاحظ في ديجريز، في اسوشيت ديجري، باتشلر، في عندنا ماستر، في عندنا دكتوراه الى اخره. لو جينا للباتشلر ديجري بتشوفوا هون Accounting, Advertising, Public Relations, Economics, Energy إلى آخره. تخصصات تغطي مختلف الكليات. لو جيت للماستر أيضا تجد Accounting, Applied Statistics, Application إلى آخره. الوقت اللي بعرفه حدود عشان هيك شطرنا ما في وقت كثير في هاي الجزئيه. بالاضافه ل بن ستيت في توماس اديسون ستيت يونيفرستي اللي انا بشتغل فيها ايضا لها كامبس، طلابها منتشرين في كل العالم. الان طلابي شيء موجود في البحر، في البحريه مثلا، شيء في اليابان، شيء في كوريا، شيء في المانيا، طبعا داخل امريكا الغالبيه. المقصود انه التعليم عبر الانترنت يعطيك افاق وفرص لا يمكن تحقيقها من خلال الصفوف التقليديه. نقطه مهمه، التعليم عبر الانترنت يعطيك فرصه كجامعه انك تتعاقد مع ادجنتس من ارقى الجامعات، زي ما هو مثلا هذا من الكتالوج اعضاء التدريس في جامعه توماس اديسون ستيت كوليدج. عندك هنا من هارفارد، عندك هنا من كولومبيا، عندك هنا من الام اي تي. وهذا بالنسبه للجامعات في امريكا هذا مهم جدا،
جدا انك انت بتجيب افضل الاساتذه حتى تقدر تقدم اجود تعليم للطالب. التعليم هو سلعه، وبالتالي لازم تكون المدخلات كلها متقنه مختاره بعنايه عشان تكون المخرجات ايضا ذات قيمه وذات مردود. وقودنا هذا الحديث عن مزايا التعليم عبر الانترنت، اخترت اهم 10 مزايا يسمح للجامعة بالتعاقد مع افضل المدرسين ذوي الكفاءة والاختصاص، يوفر الوقت والمال الخاص للسفر من والى الجامعة بالنسبة للطالب وايضا بالنسبة للاستاذ، يمكن القيام به في اي موقع في العالم اقل كلفة، وبالتالي بإمكان الرسوم تكون مخفضة متناول الجميع. أيضا على الجامعات يوفر البنية التحتية، تسمي جامعة لصروف تقليدية تأخذ 50,000، بدك مباني بدك بنية تحتية بتكلف عشرات الملايين، بينما في الأونلاين الفضاء الإلكتروني رأس مالك كمبيوتر سيرفر تحط عليه كل الشغل تبعك، لا تحتاج إلى أي مباني، سيرفر وبدك 2-3 برمجين اللي يديروا العمل حسب توجيهات القيادة الأكاديمية للمؤسسة. أيضا مرونة حيث يمكن أن يتم في أي زمان وفي أي مكان. نقطة أخرى مهمة، يسمح بتطبيق أنواع مختلفة من أساليب التدريس في الأونلاين. لا يمكن تتخيل كمية الريسورس اللي بنستخدمها، عكس اللي في الصف احنا والزميل محدودين بالزمان والمكان. في الاونلاين بتحط انت لينكس لطلابك، بتحط لهم مالتي ميديا، بتحط لهم اكزامبلز، تفاصيل كثيره، بتسوي ديسكشن فورم بيناتهم. طبعا الامتحانات 5 دقائق، شكرا لك. الامتحانات اللي هي كثير من الناس بيقول لك بصيروا غش بصيروا كذا، هذه محلوله. امتحانات في جهات متخصصه بتراقب، زي يخصص مثلا 50% من الكورس للامتحانات، وامتحانات فوكتر اكزامز يكون في كاميرا مع الطالب تسلطها على حاله، وفي سموير في هب يراقب كل الطلاب والمتحنين، ما في اي مجال لواحد يقدر يغش، عكس الصوره اللي سائد عند الناس انه والله معناها صارت الامور شرطه، لا ما بتصير شرطه. نقطه اخرى، يكسب الطالب ثقه بالنفس من خلال اعتماده على ذاته في اكتساب المعرفه، ويسمح للطالب ان يجمع بين العمل والالتزامات الاجتماعيه المختلفه. مطلوب من جامعاتنا عشان تبدا، انا الوقت بعرف انه قصير معي بس السلايد راح تكون ان شاء الله توصل لموقع جنى. اللي بقترحه انشاء وحده اكاديميه للتعليم عبر الانترنت براسها نائب رئيس متفرغ يقود العمليه على مراحل ضمن رؤيه واضحه. نبدا بطرح مواد محدوده في البدايه بشكل موازي او بديل للمواد التقليديه ضمن الامكانيات وضمن رغبه اعضاء التدريس. بعد ذلك عندما يصبح لدينا ما يكفي من المواد المطروحه عبر الانترنت، يمكن ان نتحدث عن برامج كامله عبر الانترنت. انصح بالتركيز على اللغه العربيه فيما يطرح، لانه احنا بدنا سوق المنطقه العربيه بهمنا، اما بالانجليزي في جامعات كثيره اونلاين في امريكا وغيرها بيكون صعب علينا انه ننافسها، واحنا بس نريد اتجاه المنطقه العربيه. ايضا اقترح ان تستخدم نظام الهجين في المرحله الاولى، يكون جزء صفي وجزء اونلاين. لتقليل الكلفه التشغيليه بدنا نتعاقد مع ادجنكس للتعقيد على عدد الطلاب. بعدين ان كانت تختار افضل كفاءات المدرسين من مختلف دول العالم، مش شرط يكونوا موجودين محليا، بحاجه انك تستثمر في البنيه التحتيه من حيث المبرمجين والفنيين، بحاجة إلى إنشاء قسم للتقييم والوسائل التغذية الراجعة. آخر شيء نظام إدارة المعلومات، تقترح استخدام مودل لأنه أوبن سورس متوفر ببلاش، تكشف أي شيء في جامعاتنا في أمريكا بيتا يونيفرسيتي كنا نستخدم بلاك بورد. بعدين قبل 5 سنوات الجامعة قالت تكشف على 150,000 بالسنة لبلاك بورد، حولنا لمودل، ومن ذلك الوقت شغالين على مودل من أقوى ما يكون. سلايدات هاي شرح لهودل، بس كون الوقت ادركني بدي احفظ عنها كليتها. طبعا هودل في دعم للغه العربيه، في دعم لرموز الرياضيات، بامكانك تطلع منه شهادات، بامكانك تستخدمه بالتليفونات الذكيه سمارت فونز في التعليم.
هذه هون عينة بعض المواد اللي بدرسها حاليا أنا عبر الإنترنت، مادة فيزياء نووية هنا، مادة ثانية فيزياء عامة، مادة ثالثة مختبر فيزياء. طالب يشتري الأدوات الضرورية للمختبر وبقوم بالتجارب، بصورها، بوثقها، يقيم عمله. مادة أخرى عن البروجرامينج لوجيك كنترولر اللي هي مادة كمبيوتر أيضا أونلاين بالكامل. المادة الخامسة الأخيرة اللي هي scientific writing، عن الطلاب how to write scientific papers from A to Z. شكرا لكم، هذا هو مدة الاختصار وهذا هو التعليم عبر الإنترنت. بقودني الكلام الجميل هذا الى مسائلة حقيقة، يعني احنا الواحد يولدنا مع ادراك اللي هي بتستخدم إليكس، وتعرف انت كل الموكس بيشتغل بالطريقه، يعني لما تكون عندك عشرات الالوف المودل ما راح يضبط، بعدين ما بعطيك فيديو، ما بعطيك سبورت فيديو اللي بتضيف بيج بلو بات. هو ميزه مودل انه مجانا وسورس اوبن سورس، تقدر اي واحد ياخذ السورس بروجرام ويضيف عليه ويعدل عليه، وبالتالي سكاي از ذا ليميت. يعني هو المودل هو عباره عن باك بون، لكن كونه اوبن سورس هذه ميزه. اي شركه ثانيه بده يكون فيها غايات ربحيه تصير فايل. احنا الان كناس مبتدئين بهمنا نوفر الكلف التشغيليه للحد الادنى، لانه في النهايه الرسوم اللي راح نحطها على الطالب هي عشان توفي معنا، بدنا نشوف شو الكلفه النهائيه ونوزعها على الطلبه. انا لا ادعي اني بعرف عن ادراك، يعني اعتذر لجهلي، لكن فيما بالنسبه لموديل انا لي استخدمه سنوات عديده وبالتالي ما احكي عنه. عفوا، بس بتعرف عن ايدكس اكيد، تبع الام اي تي والستانفورد وبركلي. ايدكس اللي هو طبعا اللي كان سرب بسيرفر من مينتس. هل هو اوبن سورس ايضا؟ احنا يس اوبن سورس. جميل جدا، جميل. اذا يعني خلينا نقول دوما الاختصاص هو يختار ما يناسب. تاكيد. نستخدم موديل، بس لو انت راح ادراك عن طريق مؤسسة الملك رانيا المفتاح للكابتن، ما هو بده امكانيات سيرفرات يستوعب يعني 3000 طلبة بنفس الوقت. هو متاح للجامعة. جميل. ادراك متاح. بدي اعقب على الايدكس. الايدكس هو بيس اوف لينكس. هو اوبن سورس بيس اوف لينكس، بس البلاجنز تبعون الايدكس اقل من البلاجنز تبعون الموديل. الموديل بيفوق ايدكس لانه ايدكس يعني ريسنتلي ابير. اوكي، هو بينافس موديل بس ما فيه بلجنز قدر، يعني فيشرز ممكن تضيفهم انت بالموديل اكثر من فيشرز ممكن تضيفهم انت بالايدكس، عشان هيك في قناه امريكا بتستخدمهم بالموديل. شكرا لحضراتكم. نعم. تفضل دكتور شادي. الله يعافيك. انا همي الاوتبوت، هل عملتوا تقييم للتعليم الالكتروني؟ انا اخذت مجموعه طلاب التعليم التقييمي ومجموعه ثانيه وقارنت بيناتهم، مثلا هل كانت الاوتبوت مقنعه وكانت على نفس الكفاءه للتعليم التقليدي؟ النقطه الثانيه، هذا التعليم هو موجود الان في كل الجامعات الامريكيه، موجود ماده تطرح بشكل عادي وماده الكتروني ورسوم الكتروني اعلى بعض الجامعات من الجامعات. اتوقع انه احنا جامعه ممكن نبدا في بعض الكورسات ما بتكلف شيء، يعني انا بجيب لك مثال كالكولس 1 كل قسم عندي 50 شهر، ما بدها هي الشيء، فقط بدها منصه التعليم الالكتروني والاستاذ من بيته بيعطي محاضره، لذلك ممكن يعني تطبيقها بشكل مبدئي عندنا هون في يافا. السلام العام الهندسي وعنا الجبرات وطرح من صنع مرات عديدة من المدرسة يطرح مسافة الكتروني كرة في الملعب. احنا كل شيء معرفة برضو بدي أرد على عميدنا في سنة 2004 أو 2005 أنا طبقت الكيس في لاب كاملة على الكمبيوتر، كنت طالحة شعبية زين، أخذنا مشروع وطلعت عليه من الجامعة والنتائج كانت رائعة جدا. عملنا نظام هجين تحكوا عنه بالهاتفيزيشن، إنه مجموعة بالتقليدي ومجموعة بالأونلاين، كل اللي كان على الكمبيوتر مختبر الكيمياء. المقاومة البسيطة اللي لقيناها من بعض الدكاترة القادرين القدماء إنهم بيحبوا الطريقة التقليدية، ولكن النتائج التربوية كان معنا مجموعة من التربويين أثبتوا إنه النتائج كانت رائعة جدا، فهم الطلاب وإدراكهم الوقت والمصاري والأدوات كانت رائعة. على مدى سنتين طرحنا شعب كيمياء كلام والأونلاين. شكرا على المشاركة بهذه البيانات.
عشان اجيب الدكتور شاهر انا درست مع يونيفرسيتي اوف فينيكس ولا زلت انا اسمي سيرتيفايد ادفانس فاسيليتيتر معه بس وقتي بيسمح شغل ثاني مش كثير باخذ كورسات بس في مره قبل ما ادخل مع توماس اديسون في كوليج درست حوالي 10,000 طالب بدون مبالغه حوالي 300 سكشن خلال 10 سنوات التقييم عندهم كان عندي 9.6 اوت اوف 10 الافرج تاع الجامعه قلت لك 40,000 فكرت فيها الافرج 7.4 انا كنت 9.6 اوت اوف 10 فبالتالي زي ما في عندك الجراند كلاسز شيء كويس وشيء مش كويس ايضا بالاونلاين في كويس في مش كويس لكن قوه اي نظام هو بتيجي قصه امريكا مقابل غير امريكا قوه اي نظام هي بتطبيق معايير الجوده والفيدباك بصرامه هناك خلال المده اللي فاتت 10 سنين اخذت حوالي 100 برنامج التدريب 100 دوره تخيل كل سنه في عندي حوالي 10 برامج تدريبيه لازم اخذها تأهيل نفسي، استخدام الملتيميديا، كيف تكتب التغذية الراجعة، شو المبدأ اللي تستخدمه في التغذية الراجعة، كيف صح يعني، تفاصيل كثيرة جدا، وبالتالي إذا أنت دخلت في هذا المجال هو كل متكامل، ليش تخلي يجي الأمر ولا لقدام؟ بس حيث القدرة المعلومات اللي متوفرة خبرتي الشخصية، نعم الأونلاين لديك فرصة أن يكون بنفس جودة في جراند كلاسز حيث ما امكن طبعا بعض الاشياء لا يمكن لازم تكون جراند كلاسز انا لا اتحدث عن اي شيء لكن حيث ما امكن الاونلاين لديه القدره ان ينافس الطرق الثانيه اخر سؤال تفضلي اسمع دكتور محمود انا شاكر جزيلا طبعا للعرض اللي تقدم فيه هذا الفن طبعا اتفق معك انه لابد يمكن كثير من الزملاء يتفقوا معي فيما يتعلق باجراءات ضمان الجوده يعني ما اريده ونحن نتحدث عن التعليم كسلعه ان لا يكفي ان يكون التعليم سلعه ما نريد نوعيه هذا التعليم وهذا لا يتضمن الا من خلال اجراءات ضمان الجوده فيا ريت حضرتك بس تخبرنا ما هي الاجراءات اللي تضمن لنا نوعيه تعليم الاونلاين كورسز انها تكون موافقه وموازيه للتعليم اللي بيكون من خلال الكورسات اللي على يعني فيس تو فيس وشكرا جزيلا لحضرتك شكرا لك السؤال وان كان في هناك بعض المعيقات اللي تقلده بعد السؤال شكرا اي كورس يطرح يتم طرحه من قبل جهاز متخصص عضو هيئة التدريس دوره أن يكون فاسيليتيتر يعني يقوم بتدريس باستخدام المنصة باستخدام التفاصيل لا يملك أنه غيرها مش حكيفه وفي مراقبة دائمة لكل الصفوف اللي بالفضاء الإلكتروني لكل ما يجري الحوار بين الأستاذ وبين الطالب لكل الفيدباك الهوم ويرك الإكزام معايير صرامة أكثر من الجراند كلاسز زي ما تفضلتي معايير الجودة أساسية لنجاح أي عمل أما إذا تركناها كل من غير ضبط فبالحالة هاي نعم ممكن تفشل نعم وبالتالي السبيرتر أنا في الخطة اللي طرحتها وحدة أكاديمية متخصصة برئاسة نائب رئيس حتى يكون معه صلاحيات بحيث انه يسخر امكانيات الجامعه لضبط معايير الجوده ونشر نتوسع كثير، نبدأ بعدد محدود من الكورسات اللي احنا قادرين نضبطها ونتقنها وبعدين شوي شوي نتوسع. هاي هي الخطه. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور محمود.